برحب بحضراتكم مره ثانيه. يعني هيكون معايا نجم نجوم مصر طبعا، واحد من احرزه كاس الامم الافريقيه 86، نجم كبير. انا طلعت كنت بتفرج على هذه البطوله، كنت لسه صغير كده وشفت منتخبنا الوطني بياخد هذه البطوله، وكان من ضمنهم كابتن محمد عمر. يعني حاجه كانت مميزه جدا طبعا في التاريخ، لما يكون لاعب بيلعب في نادي الاتحاد او بعيد عن الاهلي والزمالك ويبقى موجود وياخد كاس الامم الافريقيه، اعتقد بتبقى حاجه مميزه. يمكن كابتن محمد عمر من اللعيبه اللي اخذوا ايضا بطوله الالعاب الافريقيه او ذهبيه الالعاب الافريقيه اللي كانت في نيروبي 87، دي حاجه برده مميزه بتضيف له طبعا لتاريخه كبير طبعا، غير طبعا تاريخه التدريبي المميز جدا مع منتخبنا العسكري، ويمكن حصل على بطولتين لكاس العالم مع منتخبنا العسكري كابتن محمد عمر، وبطوله مع بطوله افريقيه وبطوله الامم الافريقيه للمنتخبات العسكريه. تاريخ طويل للتدريب وتاريخ طويل كلاعب، فدي حاجه مميزه جدا. يمكن كابتن محمد عمر كلاعب هو معروف في اتحاد اسكندريه طبعا، سيد البلد زي ما بنتكلم، هو نجم من نجوم هذا النادي العريق، النادي الكبير اللي انا واحد من الناس برضو اللي لعبت فيه، وكان كابتن محمد عمر مدربي في التوقيت ده. قد ايه هو ليه طابع مميز جدا في التدريب. طبعا كابتن محمد عمر يعني من المدربين الهاديين اللي دايما بيفكروا قبل ما يتكلموا، ودي دايما في المدير الفني بتبقى ميزه، انك ما فيش نرفزه، ما فيش تعامل عنيف مع اللعيبه، بتفكر بشكل يعني زي ما بقول اصحاب الكرافتات الشيك. كابتن محمد عمر هو واحد من هؤلاء المدربين، فبالتالي حاجه مميزه جدا. طبعا كابتن محمد عمر اشتغل في الوحدات الاردني، اشتغل في الدوري الليبي طبعا لسنوات كبيره طويله، وايضا مدير فني الاتحاد الاسكندري والمصري ودمنهور ومنتخب مصر طبعا للناشئين. لو نفتكر المرحله كابتن محمد عمر كان فيها. كابتن محمد عمر بينورنا النهارده في قناه الاهلي، ودي حاجه مميزه ليا، بتشرف ان انا احاور النهارده من خلال تواجده في القناه. كابتن محمد برحب بيك. كابتن محمد بعد المقدمه دي انا بشكرك وسعيد ان انا موجود معاك، ودايما ببقى سعيد وانا موجود في قناه النادي الاهلي، لانهم عارفين كويس قوي معزتهم عندي. يعني طبعا في تواصل دايما يا كابتن، يمكن دائما ما بين نادي الاتحاد والنادي الاهلي، وده بنشوف كده. يعني كان في وليد صلاح الدين، يمكن انا فاكر الفرقه اللي انت كنت عاملها كابتن، وليد صلاح الدين وكان منى وكان نادر السيد مجموعه، كانت فرقه هايله كابتن في التوقيت ده. وبعد كده لعيبه كتير كانوا موجودين ايضا عملوا، وحضرتك كنت عامل معاهم فرقه جيده جدا، كانت واحد منهم انا، سعيد عبد العزيز، رامي سعيد، مجموعه كبيره جدا كابتن. لا هو هنرجع شويه بالتاريخ. علاقه النادي الاهلي بنادي الاتحاد السكندري من ايام المرحوم الكابتن صلاح سليم. صحيح. وافتكر وقتها كان دايما يقول كده، زمان ما كانش فيه احتراف، انا بتكلم على اواخر السبعينات والثمانينات، فكان يقول اللعيب اللي النادي الاهلي هيسيبه او نادي عاوزه، نادي الاتحاد له الاولويه وبنص الثمن. جميل. واكم من وانا لاعب الحقيقه، كان رئيس النادي الاتحاد الاسكندري الاستاذ عبد الله علي حسن المحامي، كان نقيب المحامين في اسكندريه، وكان مقرب من المرحوم انور السادات، فكنت دايما اقابل الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه عند الاستاذ عبد الله، كان بيعشق الاستاذ عبد الله، فهو علاقه ممتده. وافتكر يعني بدايه خدنا سمير فوزي وخالد مصطفى، و المجموعة دي كانت البداية، وبعد كده المجموعة اللي حضرتك قلت عليها، وبعدين انت في نهاية المطاف. فالعلاقة موجودة من زمن طويل. لا هي علاقة جميلة وانا بحسها حتى في جمهور الاتحاد الاسكندري كابتن، يعني اي لاعب حضر من النادي الاهلي بالذات وجوده في الاتحاد الاسكندري بيحسها ان في تقارب بشكل كبير. جمهورنا جمهور انت يمكن عشت معاه وعارفه، جمهور طيب وجمهور ذواق وجمهور بيحب الانسان اللي بيخلص للنادي بتاعه. صحيح. وبالتالي بيحتضنه، واعتقد ده اللي حاصل مع معظم نجوم النادي الاهلي اللي لعبوا في نادي الاتحاد الاسكندري. ده بالاضافه زي ما قلنا العلاقه بين الناديين هي علاقه ممتده وعلاقه جميله، ومن هنا حب جماهير نادي. بس انت ما عرفتش قعدني يا كابتن في نادي الاتحاد. طبعا انت هربت مني بقى. انا بص يعني حضرتك عمال كده مش عارف اقول لك ايه، عايزه يعني انا خلاص كنت رايح بتروجيت في التوقيت ده، كنت مختار طبعا واحد من ولاد النادي الاهلي، تاثير بيبقى موجود ومدربي في قطاع الناشئين، ومش عارف اقول لك ايه، حضرتك غايه في الادب والاحترام وانت بتتكلم معايا وبتنصحني، ولكن طبعا في الاخر بقى رحت بتروجيت. لكن كان وجودي معاك كابتن كان يعني حاجه مميزه جدا، وكابتن محمد نور طبعا عشان ما اقدرش انساه يعني. طبعا طبعا. وانت يعني الحقيقه انت كنت لعيب جميل والله، بدون النظر عن انت كنت في الاتحاد او غيره، انا كنت متابعك من ايام المنتخب الاولمبي مع الكابتن حلمي طولان. صحيح. وكنت انا بص هقول لك، انا بحب المهاجم
بالتحديد اللي بيلعب بدماغه كويس. ان انا كنت بجيب جوان بدماغي يعني، كنت مدافع من اللاعبين. فانت كنت من المميزين جدا في النقطه دي بالتحديد، بالاضافه لان الحقيقه انت كنت طالع طلعه قويه جدا يعني، كنت مهاجم نموذجي. وبالتالي انا وقتها كان استاذ محمد مسلح رئيس النادي صحيح، وقال لي هنقعد محمد فاروق باي طريقه تصرف. يمكن احنا زعلنا هناك عنده طبعا، كلنا زعلنا. محمد صديق ليا لغايه دلوقتي، هو زعل قال لي يا ابني كنت تقعد يعني. الاحتراف شخصيه يعني جميله. طبعا 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 يا كابتن، يعني انت منورني. خلينا ابتدي معاك يعني، طبعا انا لازم اتكلم على كابتن محمد عمر وفتره التدريب، وكابتن محمد عمر في الفتره الجايه اللي هيكون ايه مشوار. ولكن خليني اقول لك مباراه امبارح، يعني بنتكلم على كاس مصر في الوقت الحالي. النادي الاهلي امبارح كسب سموحه، الفريق السكندري اللي بيقدم كره سكندريه او اسكندرانيه جميله في التوقيت ده، يمكن بيعوض غياب نادي الاتحاد اللي بقاله فتره يعني مش موجود في كاس مصر بالشكل اللي احنا متعودين عليه بشكل كبير. يعني رايك في المباراه كابتن امبارح؟ هو انا كنت بحلل المباراه دي امبارح الحقيقه، وانا توقعت ان النادي الاهلي هيعمل مباراه قويه جدا. فرقه نادي سموحه كان عندها بعض المشاكل يعني، اصابات كتيره، ده جزء. الجزء الثاني قاعدين فتره طويله جدا ما بيلعبوش مباريات، حتى وان كانت مباريات وديه يعني، فهي مش احتكاك قوي نتيجة طبعا البطولة العربية. النادي الأهلي يعني، النادي الأهلي ما ينفعش يخش في مشكلتين ورا بعض، أو يعني طلع من البطولة العربية صحيح. لا، النادي الأهلي معروف بيرجع بسرعة، وهذه شيمة الكبار يعني الحقيقة. والنادي الأهلي من الفرق الكبيرة جدا مفيش شك طبعا، وبالتالي كل المعطيات بتقول النادي الأهلي هيقدم مباراة قوية. في جزئية صغيرة نادي سموحة ساعد النادي الأهلي في الشق البدني بالتحديد، تمام. وحتى الشق الخططي الحقيقه ما يعني ما شفتش جمله واحده بتتعمل يعني. نادي سموحه ما ضيعش فرصه طوال 90 دقيقه، صحيح يا كابتن، استثناء كوره يمكن احمد رؤوف وشريف اتعامل معاها كويس. النادي الاهلي واضح التصميم من البدايه ان هخرج من المشكله الصغيره اللي انا وقعت فيها نتيجه خروجي من البطوله العربيه، وكان الرجوع سريع جدا، كان الاداء ممتع جدا، في حاجات كانت بتتعمل الحقيقه. ويمكن برضو يعني ساعد الكابتن حسام البدري في هذا الموضوع رجوع بعض اللاعبين المؤثرين يعني، عبد الله السعيد، وليد سليمان، المجموعه دي كلها يعني، فكان ليهم دور الحقيقه متميز جدا. انا لاحظت حاجه في الجزء الفني يا كابتن محمد، البطوله العربيه ما كانش موجود اللعيبه دي. لما الفيصلي جاب الجون وانا برضه كنت بحلل الماتش يعني، انا كنت لسه عايز اكلمك على جزئيه الفيصلي يعني، بس خلينا نكمل يا كابتن. الجزئيه دي مهمه جدا. دي مهمه يعني، لما جه في جون النادي الاهلي مع مرور الوقت وتاخر التعادل بدا يلجا للكرات الطويله، ودي مش من طبيعه النادي الاهلي. ما هو عايز يكسب وقت، وفي العناصر اللي هي تقدر تلعب كره على الارض، البلاي ميكر ده مش موجود، وبالتالي بدا يعمل كرات عاليه سهلة جدا لمدافعين الفيصلي وحارس المرمى. تعال شوف امبارح بقى. امبارح تنوع رهيب جدا في الأداء. اشتغلوا من كل حدود الملعب، من الأطراف اشتغلوا، من العمق اشتغلوا، ودي حاجة كانت يعني 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 خلاص هو ده النادي الأهلي. وبالتالي كان في فارق كبير جدا. بالإضافة زي ما قلنا يمكن البدني شوية عند سموحة ما كانش مظبوط، استغلوا النادي الأهلي أحسن استغلال، كان يقدر يزود النتيجة أكتر من كده، لكن في النهايه انت بتتكلم على بطل، بتتكلم على فرقه يعني. ما شفت جون صالح جمعه يا كابتن؟ صالح ده انا متيم بيه على فكره. لا يعني انا لو ما اعرفش حضرتك اتفرجت على النهائي الاوروبي السوبر اوروبي وما بين للاسف لا. في جون الثاني بتاع ريال مدريد اللي اسكو حطه تقريبا يا كابتن، تقريبا كوبي يعني كوبي بيست بالظبط جون صالح جمعه. انا قلت ده كان بيتفرج على الماتش واتفق مع زمايله عايزين نجيب جون زي كده بالظبط. والله كابتن يعني صالح مبدع، مبدع بجد. في زمن قل فيه المبدعين او اللعيبه الفنانه يعني، انا بيفكرني بوليد صلاح الدين. انا كنت بحب وليد كمان قوي يعني، طبعا انا عارف نفس أنا طبيعته. نفس طبيعه لعبه والحقيقه لعيب. بص هو ده الجول كابتن 1-2 داخل 18 يعني تقريبا من نفس المكان تقريبا. لعيب كوره عالي ما شاء الله يعني. بالنسبه له هو كابتن، وجوده بجانب عبد الله السعيد بتشوفها ميزه في توقيت معين، ولا لازم يبقوا ياخدوا المباراه بشكل كامل يعني؟ طبعا صالح كان تغييره، ولما نزل تالق هو عبد الله السعيد بشكل كبير يعني، الكوره ما بينهم هما الاثنين كمان، ولا يبتدي من الاول صالح مع عبد الله؟ والله هو كل شيء وارد، ما فيش اللي يمنع ان هما يلعبوا جنب بعض. ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص.
ممكن يكون المدرب عاوز يقسم بينهم يعني. لكن انا شايف تواجدهم الاثنين مع بعض بيشيل الحمل شويه عن عبد الله لما بيلعب لوحده او صالح لما بيلعب لوحده، هنا بيبقى سهل الرقابه عليه يعني. ويمكن يعني في ناس بتقول يعني زي ما قالوا على وليد صلاح الدين زمان، ده بيلعب نص ساعه بس هو كان عنده 20 سنه لسه. لا ده انا خدته الاتحاد عنده 32 سنه بيلعب مباراه كامله. وبالتالي احنا مش عايزين يعني نخلي بعض الامور كده تدخلنا في حسابات معقده. ايه اللي يمنع ان هما الاثنين يلعبوا؟ تمام، مش اي مشكله خالص. بالعكس ده هيكونوا اضافه للفريق. تمام كابتن، يمكن كابتن حسام بدري يعني منذ ان تولى مسؤوليه النادي الاهلي وعامل حته استقرار ثبات في التشكيل، تقييمك للفتره اللي فيها كابتن حسام بدري حتى يعني الدوري الممتاز اخذه حتى الان وصل لبطوله افريقيا في الدور 8 وحاليا في دور قبل او دور النهائي مع فريق مصر، شوف تقييم لحضرتك ايه لكابتن حسام بدري؟ بص يا كابتن محمد، قبل تقييمي لحسام للاسف احنا بقينا يعني في مجال الصحافة أو الإعلام أو الجمهور أو حكمنا بيبقى متسرع جدا. يعني الفريق يخسر مباراة عايز يشيل المدير الفني، كلام مش منطقي أبدا ومش موجود في العالم كله يعني. استثني من القاعدة دي النادي الأهلي الحقيقة، وده اللي بيخلي الاستقرار موجود في النادي الأهلي. حسام البدري اشتغل، وأنا قلت حتى ما اتسألت في الاستوديو التحليلي قلت حسام البدري عنده حق في اللي عمله، انه يريح اللعيبه دي لان لو دخل بيهم مش هيقدر يكمل الموسم اللي جاي. وبالتالي يعني النادي الاهلي واخد اكتر من 100 بطوله يعني، والبطولات موجوده ومستمره بشكل كبير، ايه المشكله؟ انه خرج من بطوله، ايه المشكله يعني؟ صحيح. فانا شايف ان حسام البدري تعامل بواقعيه شديده طوال الموسم اللي فات، طبعا انجاز ما بعده انجاز انه ما يخسرش مباراه، تعامل مع موقف البطوله العربيه انا من وجهه نظري كان صحيح 100%. بالعكس ده تم اكتشاف بعض اللاعبين اللي كان من الممكن الاستغناء عنهم. اذا كان فيها فوائد اكتر منها خسائر يعني. لو اتكلمنا على الجائزه ال 2 مليون ونص يعني الاهلي في غنى عنهم يعني، عندنا فائض كبيره مشكله كتير. يعني ربنا يزيد ويبارك. صحيح. انا شايف حسام الحقيقه مقدم موسم رائع، بيتعامل بواقعيه شديده مع كل الاحداث، مع اللاعبين، فارض سيطرته تماما مع الموقف الحالي بتاع البطولة العربية، كان لازم يريح اللعيبة وإلا كان هيتأثر كمان منتخب مصر اللي عنده مباراة مهمة آخر الشهر يعني. وبالتالي أنا شايف حسام كان واقعي جدا، بالعكس يستحق التحية. طيب كابتن، لو اتكلمنا على البقى النهائي يعني، طبعا وصول الأهلي للمباراة النهائية أمام فريق مصري المجتهد بشكل كبير على مدار الموسم، احنا شفناه كابتن حسام حسن يعني عامل فرقه رائعه يعني وضح حتى امام الزمالك كان قد ايه فرقه قويه، فرقه مميزه وتستحق الوصول للنهائي. شوف المباراه بقى ما بين الاهلي والمصري وقوتها هتكون ماشيه ازاي كابتن، او المباراه سيرها ممكن يبقى عامل ازاي؟ هي مباراه قويه جدا لان كلا الطرفين طبعا عاوز يضيف بطوله. حسام اول بطوله ليه كمدرب، حسام حسن وقريبه طبعا. حسام البدري عايز يقول دايما انا بتاع البطولات، وبالتالي انا شايفها مباراه قويه جدا. لكن هي المباريات النهائيه الحقيقه بتحتاج تريز شويه، بتحتاج بعض الهدوء، بتتعامل كانك يعني 90 دقيقه ازاي بتقسمهم وتوزع الجهد وتدي مهام، ده شيء مهم جدا. اعتقد الشغل التكتيكي داخل الملعب هو اللي هيفرق بين الفرقتين. لكن هي مباراه صعبه جدا، وانا حتى اتسالت امبارح طب كان اسهل يلعب المصري يلعب الاهلي او الزمالك، الاهلي يلعب المصري او الزمالك، قلت لهم في ظروف الزمالك كان يلعب الزمالك الاسهل. على فكره كل الاهلاوي قالوا كده. لا لان فريق مصر يعني فريق قوي يعني بمنتهى، وفي حاله استقرار وفي حاله ثبات للمدرب حتى، ده مهم جدا يا كابتن حته الثبات. ده في شيء مهم كمان يعني، اللعيبه كلها يعني مش عايز اقول مغمورين، عايزين مش نجوم يعني كوره كابتن زي ما احنا قدامه 90 دقيقه وياخد بطوله وما كانش يحلم اصلا. وبالتالي عنده الحافز والدافع، ناهيك عن حسام بقى وشحنه للعيبه وسيطرته على اللعيبه وحب اللعيبه ليه، وده شيء مهم جدا لان صنع منهم نجوم كبار. فمن هنا صعوبه المباراه يعني. طب كابتن بقى، يمكن خلاص يمكن اخذت رايك في جزئين مهمين جدا، الاهلي والمباراه النهائيه. محمد عمر بقى مدربي اللي انا كنت بستمتع جدا بيه في التدريب، يمكن كابتن محمد عمر ليه تجارب كتير سواء بقى مدرب او مدير كوره، كان في الاتحاد لو على ما اتذكر 2003 مع فريق نادي الاتحاد،
كابتن احمد عمر هل اكتفى بالتحليل حاليا فقط لا غير، ولكن ولا ناوي يرجع تاني للتدريب؟ لا انا يمكن التحليل ده هو يعني حاجه انا بستمتع بيها لا اكثر ولا اقل. انا ظروفي السنه اللي فاتت دي كلها كانت بتمنعني تماما من ان انا امارس مهنه التدريب، لان التدريب عندي انا يعني زي الراجل الرسام كده، يعني ممكن اصحى من النوم اكتب حاجه اعمل جمله وانام تاني وهكذا يعني. فظروف استشهاد ابني يعني الله يرحمه طبعا شريف هو ده اللي خلاني ابعد تماما عن وقتها. حتى جالي عروض من بره مصر واعتذرت، كانش عندي المقدره يعني. لكن الحمد لله بعد ما تعافيت وكده الامور بالنسبه لي بقت طبيعيه، وانا قلت هرجع للتدريب تاني ان شاء الله في اقرب فرصه. لكن يعني انا شايف في جزء دلوقتي من التدريب الحقيقه بقى علاقات مش كفاءات يعني، ده 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 واقع انا عايشه وانا شخصيا بعاني منه يعني. جزء من خلال السماسرة اللي هم مسمينهم وكلاء لعيبة دولت، والجزء الثاني ناديك اللي انت تربيت فيه نادي الاتحاد. نادي الاتحاد للأسف طبعا كابتن يعني انت كنت يعني مع نادي الاتحاد يعني وقت ما كان بيبقى فيه مشكلة كابتن محمد عمر رقم واحد دايما باستمرار. دي حقيقة. ويمكن موسم 2002 كان النادي بينزل الحقيقة 2001-2002، ويمكن الوكيل سلامه جاب الجون في اخر ثانيه في نزل السويس، وكنت انا ماسك الفرقه بعد ما كل المدربين رفضوا خلاص الاتحاد نازل يعني. وربنا اكرم وقعدنا الموسم اللي بعديها. انا كنت شغال في نادي احد السعودي، وكان مستر تسوبل ماسك نادي الاتحاد السكندري، والنتائج سيئه جدا وشبه نازل النادي، ونزلوني من السعوديه. قطعت عقدي ونزلت، وربنا اكرم وقعدنا الفرقه للمره الثانيه، وبدأنا بقى الموسم اللي بعديها اللي انت عارف فيه بقى وليد ونادر وكمون وفضل. موسم هايل لفريق الاتحاد يا كابتن، كانت فرقه رائعه من بدايه الموسم. خدتوا المركز الرابع تقريبا يا كابتن. هو احنا من بدايه الموسم ماشيين زمالك اول اتحاد ثاني، يمكن حتى كسبنا الاهلي 3-2 بعد 26 سنه. كان حسن مصطفى موجود برده وكان مع حضرتك. حسن مصطفى ويوسف حمدي وتشيرنو ومحمد شرف، مجموعه كويسه يعني. وقبل ما الدوري يخلص بثمان اسابيع كنا في المركز الثاني. انا اختلفت مع رئيس النادي دكتور عرفت السادات وقدمت استقالتي ومشيت. جه الكابتن شوقي غريب كمل، خدوا مركز خامس يعني. اوكي. بس كان موسم من المواسم الممتازه جدا. لا كنتوا بتقدموا كوره جميله يا كابتن. انا فاكر ماتش 3-2 ده بتاع الاهلي ده. كان مباراه كانت رائعه وتعاملتوا معاها بشكل جيد جدا يا كابتن. بالظبط. لا اللعيبه كمان بتساعدك، اللعيبه فكرها عالي قوي. ومعظمهم كان اختياراتك كابتن في الموسم ده اللعيبه دي طبعا يعني كابتن وليد حسن كان موجود تقريبا قبل ما يجي. لا حسن كان موجود اوريدي عندنا. كان وليد ونادر ورامي ومحمد فضل وكمونه كان مع حضرتك وكمونه لا كلهم انا اللي مختارهم. وحتى الناس في بعض الصحفيين هجموني وقالوا الاتحاد نازل درجه ثانيه قبل ما يبدا الدوري. الاعمار السنيه كبيره شويه وبتاع. فتحديتهم يعني. والحقيقه اللعيبه كانوا على قدر المسؤوليه وقدموا الحقيقه موسم رائع، خاصه وليد. صحيح كابتن وليد ما شاء الله عليه. طب ليه كابتن محمد يعني كابتن محمد عمر مرتبط بنادي الاتحاد؟ ليه بعيد عن نادي الاتحاد في التوقيت ده؟ بفعل فاعل في الوقت الحالي بقى. ايه يا كابتن مين مجلس الاداره، واحد من نجوم النادي، واحد من اللاعبين المميزين داخل نادي الاتحاد، ولما بيبقى في مشكله زي ما كنت بتكلم وحضرتك كنا بنتكلم بيشيل النادي في التوقيتات الصعبه، فبالتالي ازاي فعل مين يجرؤ على حاجه زي كده؟ مجلس الاداره. للاسف يعني بقى لهم 3 سنين وانا علاقتي بيهم ممتازه جدا يعني. رئيس النادي مثلا وكان لعيب طايره في النادي، صديقي من 40 سنه يعني بصرف النظر عن المدير. فبساله بحكم الصداقه، يا عم انت عمال تجيبني مدير كوره وتجيبني مدير رياضي وتجيبني رئيس جهاز كوره وانا شغلتي الاساسيه مدير فني، يقول لي لا انا شايف لك كده المكان ده اقوى واحسن. انا مش مبسوط لان انا ما اتعودتش اقول للنادي لا في اي موقع يعني. خلاص بيتعرض عليا ما بفكرش ولا بتكلم في فلوس ولا بعمل عقد ولا حتى مجرد ما بيقولوا الرقم كذا المرتب انا كاتب ورقه على نفسي. لا انا كاتب ورقه على نفسي في النادي. المبلغ اللي الاداره هتحدده بتنازل عن نصه لدعم خزينه النادي، لان انا عارف ظروف النادي يعني. انا متعود على كده لحد ما يفتكرني ربنا وانا قايل لهم كده، لان النادي ده له دين في رقبتي وده مش شعارات يعني. الحمد لله يعني. فهم للاسف بقى لهم 3 سنين انا مش عارف ايه الموضوع.
يعني مش قادر. هل الجزء الاداري اللي يمكن تعينتي فيه حضرتك في نادي الاتحاد خلى النادي يفكر في جزئيه الاداره الكابتن محمد عمر اكثر منها تدريبيا؟ لا ما اعتقدش. لان انا كمان سالت طب يا جماعه انا عايز ارجع لمكاني الطبيعي. طب رحيل كابتن محمد في حته الاشراف عن النادي على فريق الكوره كان اسبابها ايه؟ يعني برضو ان انت حضرتك تسيب النادي كان في التدريب ممكن النتائج بتبقى في مثلا مشكله في مشاكل مع مجلس اداره بحقوق اللاعبين انت بتبقى عايز تجيبها فبيبقى في حته المماطله في الحته دي. كابتن محمد عمر في حته الاشراف بقى على فريق الكوره وانه يسيبه يمشي ايه اسبابها يا كابتن؟ لا هو السنه دي انا كنت ماسك المدير الرياضي اللي هو مدير قطاع الكوره. تمام. يعني الكوره بشكل عام يعني. تمام يا كابتن. والامور كانت ماشيه بشكل ممتاز جدا. هو الاداره فيهم ناس هوائيين يعني مش ما تفهمش هم عايزين ايه وما كانوش يحلموا اصلا يقعدوا على الكرسي يعني. موسم كان رائع جدا صلحنا من قطاع الناشئين بشكل كبير الفريق الاول يعني مش عايز اتكلم لكن لولايا ورئيس النادي عارف هذا الكلام ما كانش في حاجه اسمها كاسونجو. راح تدريب افضل اللاعبين اللي كانوا موجودين في الفتره اللي فاتت كان جاي اختبارات للنادي والله ورايح التدريب مره شفته في ماتش ودي لعب 10 دقائق حاجه مش طبيعيه فقالوا لي لا ده احنا مش عايزينه خلاص مختار قال مش عايزه والله كده وقفت في الموضوع واقنعت الكابتن مختار خليه معاك كمان فتره سبحان الله ومشيت الامور ورغم هذا بعد ما انتهى الموسم تاريخ كبير يا كابتن تاريخ كبير يعني بجد انا بقول لك انا اول ما طلعت كده في كره القدم ببص على منتخبنا الوطني لاعب من نادي الاتحاد في منتخب مصر يحصل على بطوله 86 دي حاجه كانت برضو اما كبرت ابتديت افهم لا ده لعيب جامد اللي في المنتخب وقتها على فكره مستحيل حد يخش منتخب مصر كانوا مسمينا الاقاليم كان على طول نص اهلي ونص زمالك وانتهى الموضوع والصحافه نفس الحكايه ودمتم مفيش قنوات فضائيه يعني لكن كان ليا نصيب كبير الحمد لله انا وشوقي غريب وعماد سليمان بالتحديد وكان حماده صدقي لسه في المنيا وقتها تفتكر الصور دي يا كابتن طبعا طبعا ده جيل معلش انا بقى كابتن انا شفت حضرتك بس لكن مين اللي في الصور معلش ده من هنا من الطرف الاولاني خطوره بعديه عيد احمد ده الهداف التاريخي لنادي الاتحاد السكندري جميل اعتقد محمد نور لان الوش مش واضح كابتن محمد نور حبيبي موجود صح في جنبه عماد هارون ده كان لعيب كويس قوي والنجم الكبير بقى الجارم واقف على الطرف طب هو سمعني وانا بقول حبيبي كابتن محمد نور معايا على التليفون كابتن محمد مساء الخير عليك حبيبي ازيك منور يا كابتن ذكريات جميله مع حضرتك وكابتن محمد عمر يعني منور طبعا قناه الاهلي كابتن ويمكن تاريخ كبير مع كابتن محمد عمر تاريخ حضرتك طبعا في كره القدم ايضا مع في نادي الاتحاد وزماله مع كابتن محمد عمر في اي مكان في الجزء التدريبي في حاجه مميزه جدا تبقى موجود معانا النهارده يا كابتن ربنا يخليك يا كابتن محمد انا عايز اقول لك طبعا انا مش هقول لك احنا نعرف بعض من كام سنه عشان كده دي هتبقى العمليه صعبه شويه لكن هقول لك ان احنا من واحنا تحت 16 سنه طول عمره الحقيقي واحنا مع بعض الحمد لله لغايه دلوقتي وربنا يديمها علينا نعمه يا رب يا رب ان شاء الله كابتن انا هسالك سؤال سريع كده ويمكن هو في الجون زي ما بيقولوا كابتن محمد عمر ليه بره نادي الاتحاد؟ سؤال صعب جدا يا كابتن ما ينفعش يجاوب عليه غير اصحاب اتخاذ القرار جوه نادي الاتحاد هو يمكن كابتن محمد عمر يعني عنده الجراء الكافيه وقالها يعني ان مجلس اداره هو سبب من اسباب عدم وجود كابتن محمد إيه؟ عمر مجلس الاداره هو سبب من اسباب لعدم اصحاب اتخاذ القرار ومين اصحاب اتخاذ القرار ما انا بقول لك اهو كابتن محمد عمر قالها برضه بنفس الاسلوب تقريبا انا بقول لك مصري كابتن محمد مع احترامي الكامل لاي مدرب بيجي يشتغل جوه نادي الاتحاد نادي الاتحاد ده بيتنا واحنا اتربينا فيه من واحنا عندنا 12 سنه طبعا انا يعني في حاجات يا كابتن محمد ما ينفعش اقولها لكن الراجل اللي قاعد جنبك ده له حق في نادي الاتحاد وعلى نادي الاتحاد بشكل كبير جدا 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 انت لما تجيب مدرب اجنبي كبير كلنا نستفيد منه كلنا نضرب تعظيم سلام لكن لما اجيب ايا كان انا مش بتكلم على حد معين عشان الكلام ما يتاخدش على ان انا بقصد فلان او فلان اما تجيب حد علميا وعمليا وخبرات ومعامله وكل حاجه اقل من الناس اللي فانوا عمرهم في نادي الاتحاد يبقى الوضع ده صعب جدا يا كابتن محمد. اللي ما يعرفش الكابتن محمد عمر وطبعا ما اعتقدش ان ما فيش حد
في مصر ما يعرفش مين هو محمد عمر. لكن انا اقول لك الجانب الخفي في الكابتن محمد عمر اللي مش بيظهر للناس. كابتن محمد عمر انسانيه عاليه جدا جدا جدا. دي نمره واحد. معايا يا كابتن محمد؟ انا سامعك طبعا وعارف الكلام اللي انت بتقول، لان انا واحد من الناس اللي كنت معاك يا كابتن. لما نيجي انا برضو عايز اخش في الجزء الفني. كابتن محمد عمر من اكتر المدربين في مصر والوطن العربي اللي بيعرف يتعامل مع نجوم الفرقه اللي هو مسكها ازاي. مظبوط. ازاي بيعرف يقرا المباراه اثناء سيرها من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. ازاي يعرف يعمل التغييرات المناسبه جدا في التوقيتات المناسبه جدا اللي بترجع على الفرقه بالفايده. سواء انت كنت خسران او فايز او متعادل، بيعرف يعمل التغييرات اللي بتغير شكل الاداء وبالتالي تغير النتيجه لصالح الفرقه اللي هو بيشتغل فيها. صحيح. مفيش حد من اللعيبه اللي هو بيشتغل معاهم، انا يمكن زميلته فترات طويله جدا جدا في التدريب لغايه النهارده، لعيبه هو مثلا دربهم من 10 سنين او اكتر لسه لغايه دلوقتي بيتكلموا معاه ومتواصلين معاه نتيجه العلاقه الطيبه جدا جدا اللي بتبقى بينه وبين اي لاعب هو بيشرف على تدريبه طبعا في اي نادي من انديته. طبعا كابتن محمد ده قيمه كبيره طبعا. كابتن نور محمد طبعا انت فين بقى؟ طيب قول لي. توحشني. انا في العربيه سايق ومعايا اولادي اهو رايحين نتفرج. خف الدم غير طبيعي. عايز اشوفك قريب يا كابتن، هيجي لك اسكندريه مخصوص والله. عمر لما يرجع اسكندريه ان شاء الله. اشكرك كابتن محمد، ده اكيد لازم تبقى موجود معايا كده نعمل حلقه يعني تبقى ظريفه كده ودمها خفيف. كابتن محمد نور طبعا نجم نادي الاتحاد السابق. كابتن يمكن واضح جدا التقارب دايما وفهم على فكره كابتن، هو مش دي يعني راي كابتن محمد نور فقط، اكيد ابناء نادي الاتحاد وجماهير نادي الاتحاد عارفه قيمه كابتن محمد عمر. طب حضرتك لمست حاجه مهمه جدا. يعني انا مش من عادتي ان انا بطلع يعني اتكلم، انا عارف والله انا عارف انا حتى وانا بسالك سؤال يعني كابتن محمد عمر بيتكلم كده في حاجه يعني لا لان جوايا الحقيقه يعني تعب كتير يعني ومضغوط عليا بشكل كتير جدا نتيجه تجاهل. فكويس انك سالت السؤال ده. انا يمكن بتكلم شويه على نفسي كده رغم ان ده مش من عادتي، لكن احنا جماهير الاتحاد دلوقتي ما دون ال 35 سنه ونازل ما يعرفوش تاريخ محمد عمر. ان انا مبطل كوره بقالي 25 سنه، وبالتالي مهم ان انا اظهر جزء لان في ناس ما تعرفش. تمام يا كابتن. فيمكن هضيف بس على كلام الكابتن نور، يعني انا مش مكتفي بالبطولات العسكريه بس، في ناس متخيله كده. ده انا عندي 5 بطولات كمان، 2 دوري عام مع الوحدات الاردني. حقيقي يا كابتن صحيح. كان معايا علاء ابراهيم حتى هداف الفريق سنه 2004، والسوبر مع الوحدات الاردني والكاس الاردني. تمام يا كابتن. والسوبر مع المريخ السوداني. فده بعيد عن المنتخب العسكري. جميل. والصعود بفريق حرس الحدود من الدرجه الثانيه للاولى بيه. مظبوط يا كابتن. ومع نادي الاتحاد يعني. فيعني حاجه التجاهل حاجه يعني الحقيقه خلتني انا مش مصدق نفسي. وعلى فكره مش انا بس، هم واخدين مواقف من كل اولاد النادي كانهم عايزين يلغوا كره القدم، حاجه غريبه جدا. رغم ان فيهم 2 أو 3 في مجلس الاداره اصلا جيم من المدرجات الجماهير. من المفترض انك عارف يعني ايه نجم، لكن بيتعامل معاك الند بالند وهو الكرسي جننه يعني. لا الكرسي ده هيروح في يوم من الايام يعني. صحيح. يعني وفي ناس عندها رعب حتى في الوقت الحالي لما قالوا في انتخابات، ما كانوا عايشين في نعيم يعني مش انتخابات بقى وبتاع. فيعني هو سؤال الحقيقه انا محتاج رد من مجلس الاداره بصرف النظر هشتغل او ما اشتغلش، مش دي القضيه عندي، لكن لازم اعرف السبب ومن حقهم يردوا عليا كابن من اولاد النادي. يمكن حضرتك هضيف برضه على لعيب شويه، معلش انا والله بتكلم وانا متضايق يعني، لكن خلاص يعني انا اتكلم على حد غيري ماشي، لكن على نفسي الحقيقه حاجه بتضايقني جدا. لكن لا انا في منتخب مصر 10 سنين وانا من الاتحاد السكندري، وال10 سنين بلعب حقيقه يا كابتن، بلعب اساسي، لاعب 57 ماتش رسمي دولي، لاعب اولمبياد، وصلنا 2 اولمبياد افريقيا، 3 امم افريقيا، واحده منهم زربيه. تمام. كاس الامم الافريقيه 3، وعندنا دوره بحر ابيض المتوسط والبطوله العربيه، واخد وسام الرياضه من الدرجه الاولى الرئيس حسني مبارك، واخد افضل مدرب في الاردن، افضل مدرب في مصر السنه اللي كان فيها وليد. يعني في امور كتير انا معلش مضطر اشرحها عشان
الطبقة اللي هي صغيرة في السن اللي ما تعرفش تاريخ محمد عمر تعرف شوية. صحيح. وفي بعض الأمور التانية على فكرة لكن ما ينفعش أقولها أبداً على الهواء عشان ما جرحش حد في طيب. الاتحاد. كابتن محمد عمر من أندية الأخرى بقى. يعني كنا بنتكلم على نادي الاتحاد ويمكن احنا قلنا في حاجه مش مظبوطه في اتخاذ القرار او اللي بيتخذ القرار لوجود كابتن محمد عمر داخل نادي الاتحاد، لكن وجود كابتن محمد عمر في الانديه الاخرى فين؟ ما هي ليها كذا شق، يعني الشق الاولاني زي ما قلت لحضرتك لسه مصر ودول كل سمسار يمسك له مدرب يفشل هنا يمسك هنا بمرتب اعلى يفشل هنا ويفضل يلف اربع خمس انديه طول السنه. عشان يمكن انا اتكلمت حتى مع ناس اتحاد الكوره مجدي عبد الغني وكابتن حازم امام وسيف زاهر، قلت لهم الموضوع ده لازم يتقنن كده، مصر عماله تلف في خمس ست مدربين بس. في دول كابتن مقننه الموضوع ده، في دول الجزائر في دول ودول اوروبيه تقول لك ما ينفعش انك تدرب في مناديين في سنه واحده، هو ومطبق في الجزائر. وحازم امام قال لي انا عملت مذكره بهذا الموضوع وان شاء الله هيتطبق من السنه الجايه عشان توسع القاعده شويه. ده جزء. الجزء الثاني السماسره مش ممتده للمدربين بس، للاسف ممتده لبعض مجالس الاداره. انا بتكلم واضح وصريح. جميل. وقلت لمجدي عبد الغني لو سمحت لازم تشوفوا حل السمسار ايه، لو لغيتوها ايه المشكله يعني؟ السمسار عندنا عايز فلوس من اللعيب وانتهى الموضوع او من المدرب. لا، في اوروبا بيتابع اللعيب والمدرب ومشاكله لحد ما بينتهي عقده. عندنا ما بيحصلش الكلام ده. الحاجه اول طلعه بس. بالظبط كده. الحاجه الثالثه والاخيره، يعني في البعض يقول لك اذا كان ناديك ما بيفكرش فيك طب ما تلومناش. تخيل يا كابتن محمد لما تبقى انت راجل الحمد لله طول عمرك ناجح ودربت انديه كبيره وعندك السي في بتاعك 9 بطولات. وفي تجاهل حتى من ناديك، في ناس ما عندهاش حاجه ونجوم مجرد انه يتعادل مع الاهلي او الزمالك عايزين يدرب منتخب مصر. كارثه. فيعني المواضيع متشابكه، لكن الحمد لله ما بفقدش الثقه في نفسي. ويمكن ظروفي زي ما قلت لحضرتك السنه اللي فاتت بعدت انديه كتيره بره نادي الاتحاد لان انا مش موجود في الصوره خالص، يعني ظروفي ما كانتش تسمح يعني، لكن ان شاء الله راجع باذن الله. لا مهم عشان استمتع بيك كابتن. والله ربنا يخليك كابتن. منتخب مصر بقى يعني داخلين على مباراه مهمه، مباراه اوغندا، عندنا مباراتين معاهم ثم مباراه الكونغو في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. يعني حلم كبير، كلنا بنامل ان شاء الله الوصول لكاس العالم من خلال المباراتين القادمتين بالذات دول يا كابتن. تشوفها ازاي مع طبعا وجود مستر هيكتور كوبر في الفتره اللي فاتت، واحنا شفنا طريقه اللعب واختياراته حتى للاعبين، بتشوفها ازاي يا كابتن؟ وانا شايف الراجل الحقيقه بيتعامل برضه زي ما قلنا على حسام البدري، بيتعامل بواقعيه شديده. الراجل بيتعامل بواقعيه شديده، هو رايح يلعب في بطوله مثلا افريقيه، لا في فرق معظمها محترفين تقال، احنا برضه محترفيننا مع احترامي مش يعني استثناء البعض يعني. وبالتالي هو الخامات اللي قدامه هي دي، فبيتعامل على اساسها. على فكره ده ذكاء مدرب، العمليه التدريب اصلا مش طبعا مش فهلوه، يلا يا جدع ننزل نهاجم اصل احنا حضرت 7000 سنه، لا الكلام ده ما بقتش كده دلوقتي. احنا في منتخبات يا كابتن كل سنه بتبقى مختلفه ادائها عن السنه اللي قبلها، وبنشوف منتخبات ممكن في سنه زي مثلا منتخب كوت ديفوار بيختفي شويه وبيرجع بمنتخب قوي. بالزبط. جدا بالظبط كده. عشان كده بقول لك هم المحترفين عندهم بيطلعوا صغيرين في السن، ولاد صغيرين بيحترفوا في اوروبا، وبالتالي خبراتهم بتبقى متراكمه وعاليه قوي. فانا شايف الراجل ماشي بشكل كويس. احنا عشان كده بقول يا كابتن محمد يا جماعه ما نستعجلش نخسر ماتش او نتعادل ماتش، الدنيا بتتقلب، لا هيمشي ويجي فلان ويجي علان، كلام مش منطقي ابدا يعني. فنسيب الراجل لحد ما ينهي مهمته، وانا متاكد انها تنتهي بشكل كويس ان شاء الله ونوصل كاس عالم، لان انا شايف يعني ما فيش سنه اسهل من السنه اللي احنا فيها دي. ان شاء الله فوزنا على اوغندا سهل جدا هنا وهناك، الواقع والتاريخ وكل حاجه بتقول كده، اعتقد لو فزنا في المباراتين المواضيع تبقى سهله ان شاء الله. طيب. انا شايف الامور كويسه، وعلى فكره هيساعدوا حاله لعيبه النادي الاهلي اللي عنده. تخيل لو ما كانوش ريحوا كان هيروحوا له مجهدين تماما. فانا شايف النادي الاهلي خدمه كمان، وحسام البدري تحيه ليه مره ثانيه زي ما قلت لحضرتك. طيب كابتن، يمكن الفتره الاروع لاي لعيب بتبقى بيتم اختيارها هو في عقله، كابتن محمد عمر مدرب ولا لعيب، هي الفتره الامتع في حياته؟ الاثنين.
الحقيقه استمتعت بيهم. بس في صور حلوه قوي يعني. ده هنا ماتش فرنسا في اولمبياد لوس انجلوس 84. ده بدر حامد اللي ورايا يعني. بدر لعيب الزمالك. فهم الفترتين الحقيقه كانوا من اجمل فترات حياتي. لكن وانت لعيب بتستمتع. يعني هقول لحضرتك على حاجه تستغربها. انا كان يعني لعبت وانا تحت 18 سنه درجه اولى. وسنتها اخر السنه رحت منتخب مصر مع الكابتن طه اسماعيل. فكنت يعني ما كانش في اي لعيب في منتخب مصر لمده 10 سنين. فكان الجمهور فيه هتاف عند الجماهير بيهتفوا لي يعني، وكان الجمهور يديني امر. ما كانش فيه احترام بقى. انزل اخر لعيب، انت عارف في الاستاد عندنا بتطلع من تحت. لازم اطلع اخر لعيب. كل اللعيبه تطلع وتاخد التحيه واطلع انا بعديهم بشويه. ده الجمهور امرني بكده. اطلع انا في الاخر يدوني التحيه بتاعتي لوحدي. وكان عندهم طبله كده وزماره بيعملوا موسيقى معينه انا بعمل الاحماء بتاعي عليها. يعني بحرك عضلات جسمي والله. فانا يعني في رابطه كبيره جدا بيني وبين الجماهير زمان، فضلت الحمد لله لحد وقتنا هذا. فيمكن انا زي ما قلت لحضرتك بحاول اوضح بس بعض الامور اللي عمري ما اتكلمت فيها ولا هتكلم فيها تاني عشان الولاد الصغيرين او الجمهور الصغير يعرف. اخر سؤال لحضرتك بقى كابتن، وجابته في كلمتين، بحس ابن النادي اللي دايما بيخاف على نادي الاتحاد، امتى نادي الاتحاد ممكن يرجع منافس قوي في الدوري الممتاز؟ لما تتوفر له الامكانيات الماديه الكامله ويبقى مستقر ماديا. مشكله نادي الاتحاد الازليه اللي بتيجي في نص الموسم مفيش فلوس تبدا المشاكل، وانت جربت سنه منهم حقيقي. بس مع كان مع محمد مصلح بقى الموضوع لا بس استاذ محمد صراحه بامانه كان بيحاول على قد ما بيقدر. هو بالمناسبه بس هختم بالاستاذ محمد مصلحي، هو اعلن اعتذار عن الترشح للانتخابات وكان صدمه للشارع السكندري والاتحادويه. لكن بقول محمد مصلحي جوه النادي او بره النادي هو داعم للنادي، ما بيتاخرش عن النادي. صحيح احنا خسرناه لكن بنتمنى له التوفيق طالما دي رغبته الشخصيه. طيب كابتن، توقعاتك بقى بما حضرتك محلل كبير حاليا، توقعاتك لنهائي كاس مصر لمين هيروح؟ هتزعل مني يا حسام حسن. خلاص عرفت كده يا كابتن. وانت يا كابتن سواء بره نادي الاتحاد او جوه نادي الاتحاد، فحضرتك يعني نجم كبير، واكيد جمهور الاتحاد بقى اللي هم عارفين يعني ايه قمه نادي الاتحاد عارفين كابتن محمد عمر. ولا يهمني في القصه كلها جمهور نادي صحيح. الاتحاد الحمد لله بنأدي رسالتنا وربنا يفرح جمهورنا دايما ان شاء الله. كابتن نورت شرفت يا كابتن، وكنت عايز يعني الفتره تمتد اكتر من كده، لكن طبعا يعني المشوانس عبد القيعي واستاذ برنامج ميسي عندهم البرنامج بتاعهم بعدين على طول، فبعتذر لك، ولكن طبعا نورتنا وشرفتنا كابتن. الله يخليك كابتن محمد، وانا سعيد ان انا قعدت معاك. ده انا سعيد كابتن. كابتن محمد عمر طبعا بشكره، وطبعا كابتن محمد عمر من النجوم الكبار والمدربين المميزين. انا بقول لحضراتكم يمكن انا واحد من الناس اتعاملت معاهم كلعيب وهو كمدرب، قد ايه هو من المدربين المميزين الهاديين اللي بيعرفوا يتعاملوا فعلا فنيا في المباراه اثناء المباراه، ويتعاملوا ويديك تعليمات بشكل مميز جدا وبتكون في الصالح العام للفريق. يعني اكيد كان حوار شيق، اكيد كان قبل كده كمان كنا بنتكلم على الجمعيه العموميه الخاصه بفرع الشيخ زايد والحكم القضائي ان شاء الله لو اتنفذ خلاص، والمهندس محمود طاهر قال ان سيتم تنفيذ الحكم القضائي ده، فبالتالي ان شاء الله يوم 25/26 اعضاء فرع الشيخ زايد لهم حق التصويت في الجمعيه العموميه. ما تنروحوش لبعيد لان المهندس عادل القيعي وكابتن او الاستاذ ابراهيم النيسي هيكون موجودين معاكم من خلال برنامجهم بعد الفاصل.